تفضلي، كيف بقدر ساعدك؟ أنا لميس أليبول، فكري أليبول موجود؟ استني هون لو سمحتي لأعطي خبر. لا ما في داعي تعطي خبر. عمهلك لحظة. لحظة يا أنسي. استني لو سمحتي، لو سمحتي. يا أنسي وين رايحة؟ إذا بتريدي. إذا بتريدي افهمنا شو؟ اختي لميس؟ ياس شوفي اختي لميس؟ اختي؟ ما عاد ترجع السجن ما هيك؟ لا يا روحي ما عاد ارجع بقى. ليكي لميس انت ما هربتي من السجن ما هيك؟ والله بيلحقوكي لهون فورا. وهذا بيت محترم وبلا ما تفوتينا مشاكل بنتي. اطمن ما هربت. ايه انتو شو عم تعملوا بهالمكان؟ ها؟ جينا مع ابي عايشين هون، في غرفة لكل واحد فينا. ومبسوطين كتير، وجابوا لي موبايل حديث، وعندي هون كمان تابلت جديد وكبير. وانا كمان اشتروا لي قطار كبير. بالمناسبة ما تعرفنا، انا ملك. فكرة وليلاس حكوا لي عنك كتير وكأنه صرت اعرفك. اهلا وسهلا. ها، يلا لشوف. بوسي ايد امك واطلبي منها الرضا، يلا يا بنت. شكلك رايق للمزح. تيتا توفيت وانتو قاعدين عم تحتفلوا هون؟ اه؟ انتي ما دخلك. ناقص انك تعلميني شلون بدي احزن على امي لما ماتت. ما كنتي هون اصلا. يا اولاد شو رأيكن هلا نفوت نشوف شو صار بالجاتو تبعنا؟ موافقين؟ يلا تعالوا. انت شو عامل للولاد؟ ليش هيك عم تعودهم على عيشة الأغنية؟ شايفة؟ سوبر بابا فكري. أنا الأب الكويس والزوج الكويس كمان. يعني أنت بدل ما تشكريني جاي عم تلوميني؟ شو هالطبع البشع اللي عندك أنت؟ الله بيعلم كيف ضحكت على هالمرة. مين ضحك على مين؟ لا تغلطي، أنا بحبها وعم ساوي المستحيل لتقضي آخر أيامه وهي مبسوطة. أنت شو بتقصد يعني؟ شو بدها تموت؟ للأسف مع سرطان وشكلها مو مطولة المسكينة، وأنا كل همي إني أسعدها وخفف شوي من أوجاعها. كان طموحها بالمستقبل يكون عندها عيلة وأولاد، وأنا حققت لها حلمها. يعني مشان هيك جبت الأولاد لهون ما هيك؟ يعني أنت بس كرمال ترضيها جبت لها أخواتي؟ ما فكرت شو رح يصير فيهم لما بيرجعوا على بيتهم بالله؟ شبك شو فيا، بيكونوا عاشوا معنا يومين حلوين، غلط هالشي يعني؟ خليهم ياكلوا شي تاني بهالحياة غير المعكرونة. اخواتك عايشين هون بقصر وكل واحد صار في عنده غرفة خاصة فيه، بحياتهم ما بيصح لهم هيك عيشة. وبس يرجعوا على البيت شو رح يصير فيهم يا ترى؟ أكيد رح يكرهوا بيتهم وما عاد يقدروا يعيشوا فيه أصلاً. وأنا ما فيني أمن لهم شيء من الموجود هون، يعني رح ينصدموا بعدين. أنت ما فكرت شو نهاية هالمسرحية؟ خلص أنا رح أخذهم معي وأنت كمل لعبتك. طيب مثل ما بدك، يلا روحي لعندهم وقليلهم بهذا البيت الفخم ما في إلكن قعدة، ورح ترجعوا على الأوضة الوحدة وتتركوا كل شيء حلو وراكم. رح أخذكن من العيشة اللي مأملكن فيها كل شي كنتوا تحلموا فيه، وارجع من الصبح للمساء احشي فيكن معكرونة وشاي معكرونة وشاي. يلا روحي يلا. يا تفضلي لميس، هاتي لنا صحن كمان. لا يسلموا، أنا بدي روح، المهم إني اطمنت على الأولاد.
خليكي معنا، عادي تغدي معنا اليوم وبعدين بتروحي. خليكي معنا الله يوفقك. لا خلاص يا اختي لو سمحت. طيب تفضلي يا اختي. خالته خولة. ليكي لميس، بس نخلص اكل بناخدك نرجعكي على غرفنا. غيرت ديكور غرفتي وعجبها لقابك كتير. مين قابك؟ رفيقتك يعني؟ هدول اغنيا كتير وابوها عنده قارب خاص. ونحنا صرنا اغنيا كمان. لو تشوفي غرفتي قديش كبيرة، احلى من بيتنا بمليون مرة. ايه اصلا بيتنا القديم مو حلو ابدا. عفوا؟ ليش مو حلو؟ لانه كتير قديم وصغير. اولاد مدرستنا اغنياء كلهم، ونحنا مثلهم اغنياء اذا مو ارتر منهم حتى. رح تعيشي معنا هون ما هيك لميس؟ ما عاد تتركينا ابدا. في غرف كتير فيها تبقى، ما هيك خالة ملك؟ طبعا في يا حبيبتي، فيكي تبقي لميس. لا يسلموا، انا رح ارجع اعيش ببيتنا. بس يعني انتو فكروا بقصة الرجعة، اذا بتحبوا منرجع سوا على البيت. انتي ضلي عنا، هذا البيت حلو كتير. بس هذا البيت مو بيتنا. حاجتك بقى، اذا كتير حابة بيتك القديم ارجعي عليه لحالك. الولاد مع ابوهم مبسوطين. خلص اوكي بسيطة. يا ريت لو قبلت لميس ضل معنا هون. ايه عن جد بابا، يا ريتك خليتها تبقى. فهمنا بقى، لو بدها تبقى كانت بيت ما حدا منعها، بس هي بدها ترجع على البيت. اكيد بابا، بس لو قلت لها تبقى كانت بقيت. انت ما قلت لها شيء. ايه بابا برايي لازم نقنعها. ايه بابا انت فيك تقنعها لو سمحت. خلص الا وانا كمان بدي اختي تجي. لك ما تخلوني بلش فيها هلا. اوهو مالك شبنا، يلا خفيها شوي. ايه ماشي. تيمبو تيمبو، ما عيب تخلي الاولاد يسبقوكي. يلا اوكي ماشي. ايه بابا شو ما سويت ما بنعجبك؟ لانه لازم تكون قوي وما توثق بحدا. اقرب الناس ممكن يغدروا فيك، حتى ابوك صدقني. خلص بكفي، مو قدرانه اكمل. كملوا انتو، انا فرطت. لا شو نكمل نحن، خلص بكفي. يلا يلا خلاص اغرفكم. يلا يلا شبكي ملك، تسطح شوي تسطح. خلص ما تخاف منيحة. يلا ارخي ظهرك. فكري طيب. ما تبالغ انا منيحة. ماشي. خلص ماشي يلا اغرفكم. يلا لشوف عادي شوية تعب ما في شي. ايه تصبحوا على خير يا اولاد، وخلوا الضو شغال. ارتحتي؟ شبك فكري شوية دوخة مو اكتر. خلص ارتاحي. هلأ برتاح. ارتاحي يا روحي، انا منيحة يا عمري. تعال حبيبي عصمت، خليني حممك ونايمة. شكرا خالتة خولة، وتصبحي على خير. تصبحوا على خير يا أولاد. إياس تعالي عندي، بس يناموا الكل. بس ليش؟ لك مشان نفكر بشي طريقة نخلي أختي تيجي لهون. تعالي بس يناموا الكل ماشي؟ طيب بجي، بس أنت مو تنام هلا. ولا يهمك. شو انت نايم فيكو؟ ليلاس انت وينك لهلا؟ كنت عم حكي ابك فيديو وهلا سكرنا. ايه شو حنعمل؟ كيف رح نجيب اختي تعيش معنا؟ وانا شو بعرفني؟ قلت بنفكر سوا. انا ما بدي اعيش هون بدون اختي. وانا كمان، وكمان هداك البيت مو حلو، واختي لميس بتستاهل تعيش معنا هون. شو رايك نتصل فيها ونقول لها انه ما فينا نعيش بدونها، وانه ما حدا عم يهتم فينا هون، بركي بتقتنع. لا اوعك، ما بصير كرمال الخالة ملك، لانه مو صحيح. اصلا هي بتهتم فينا كتير. بعدين وقت اكيد بتقلنا انتو تعوا لعندي. انا مستحيل ارجع. وانا كمان، اصلا انا هون صار في عندي كتير رفقات. بعدين متأكدة بابا ما رح يتركنا. معناها منعمل شي بيجبرها تحب هالمكان. ايه ماشي، بس كيف بقى؟ اسمعي لقلي. الو اختي، خير؟ شبك صاير شي معكم؟ لا مناح، ما في شي بنوب، بس اشتقنا لك وحبينا نسمع صوتك.
ليلاس جنبك؟ ايه اختي جنبه انا، كنا حابين نشوفك بس النت اللي عندك ما بشغل فيديو. ايش سهرانين ولا نمتوا؟ اخواتك ناموا بس. انتوا ليش ما نمتوا؟ ما عندكم مدرسة بكرة؟ مبلا في عنا، بس وقت رحتي اليوم دغري. ما كنا مبسوطين الصراحة، ومشان هيك ما اجانا نوم لحد هلأ. امتى حتجي لعنا مرة تانية؟ تعي لعنا على المدرسة. ايه واذا فيكي تعي لهون عيشي معنا، نحن حابين كلنا نتجمع هون مع احمد وحكمة طبعا. روحوا ناموا هلا، عندكم مدرسة الصبح، نحكي بكرة. طيب اختي، اوكي يلا باي. اوكي تصبحوا على خير حبيباتي. خالته ملك؟ ايه حبيبتي قولي. نحن هلا ما عاد فينا نشوف اختنا؟ ليش ما فيكن تشوفوها حبيبتي؟ يمكن هي مشغولة هالفترة، بس تفضل تجي. صراحة أنا وليلاس فكرنا نعمل لها مفاجأة اليوم المساء. وكيف رح تفاجئوها؟ نعمل لها حفلة مثلاً، منساوي لها شوية أكلات طيبة، ومنعمل زينة ومنعزم على العشاء، ومنه هيك منحتفل كلنا سوا. إيه لو سمحتي، نجمع العيلة ومنحتفل كلياتنا مع بعض، شو رأيك؟ إيه منعمل حفلة، ليش لا؟ وهالفكرة كتير حلوة. هلأ بقول لخولة تبلش تحضير فوراً. يسلموا كتير خالة ملك. عجل شكراً كتير إلك خالة. تكرم عينك، يلا لشوف رح تتأخروا، لا تلتهوا بالصف. يلا بخاطري. خاطري. حكمات لحقنا. خير، شو جابكن لهون؟ امشي يا أخي يلا. وقف لوين أخدي، في عندي شغل ما بقدر. شو هالشغل اللي أهم منا؟ خلص تعال يلا. لك بعد هيك شو بك بقى؟ وعد رفيقي روح اليوم مشان ندرس مع بعض، فما بقدر. وأنا مو مضطر برر لكم بالأصل، خلص يلا ماني فاضي، حلو عني يا. بس الموضوع مهم وبخص أختنا. لشو عم تخططوا؟ نحن اللي شو عم نخطط؟ ومين هاد رفيقك؟ معقول يكون أهم منا ومن أختنا؟ أمين هو صحيح؟ لكن بخص أختي الموضوع. مزبوط، ما جاوبت مين هو رفيقك. خلاص مو مشكلة فيكم، نسأل أخي أحمد لكان، بركي هو بيعرف مين بيكون هالرفيق المهم. طيب ماشي، حدا يعطيني تليفونه لحظة، رح أتصل فيه وأعتذر. بتشرطي إنه بنت؟ إيه أكيد أكيد. معقول ينسى يمحي رقمه؟ لا مو معقول يعمله، أكيد ما بينسى. امسكي تليفوني، مصلحجية. امشي امشي يلا. يعطيك العافية. الله يعافيك. عفوا، بتعرفوا الطالب احمد وين؟ لا وما بنعرفه. تعرف نعم. هون واحد اسمه أحمد؟ لا والله ما بعرف. أشقر شوي. ما بعرفه. لا شكرا. أهلا. انتو شو عم تعملوه؟ شو هالجامعة الحلوة يا أخي، مو معقول شو كبيرة، ما تخيلتها هيك أبدا. فهموني شو يلي جابكن هلا وشو فيها؟ ليش معصب؟ وإذا أجينا لهون؟ عفوا مو هيك، بس أنا كان عندي امتحان صعب ولهيك مخي مشوش وحاسس حالي متوتر. الأولاد شو جابوا لهم؟ أكيد عم يخططوا لشي. بدنا نروح لوين؟ اسألهم إلهم أخي. هي امشوا قدامي لشوف. روحوا يلا. أهلا وسهلا، تفضل. ليش جايبين لهون؟ تفضل. الناس كمان محضرين لك مفاجأة. لا
مفاجأة. مفاجأة. وانت عامل لي مفاجأة؟ يا عمري ما أحلاك. شكرا كثير عن جد، شكرا حبيبي، شكرا كثير. الله يخلي لي اياكم يا رب. شكرا كثير يا عمري. شفتي لميس عجبتك؟ عجبتني طبعا. معقول ما تعجبني فكرتكم هاي؟ هي الفكرة فكرتنا، بس خالته ملك حضرت كل شيء. يسلموا ايديكي عن جد، شكرا. العفو، ما في شيء محرز. يلا تفضلوا قعدوا على السفرة. لا وقفوا 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 وقفوا. انتم مو متعودين على هالفخامة، وهون الكاسات والصحون كلهم كريستال، فانتبهوا تكسروا شيء وما توسخوا الدنيا بالطين اللي على بواطكم وانتم عم تتفتلوا لنا بالبيت. وشغلة تانية، ما حدا يشرب من مية المسبح، لأنه نحن كل يوم المسا بنحط لنا معقم خاص الصبح الصبح. شو فكرنا بابا؟ على أساس أنت ولدان بباريس يعني ومقضي لي حياتك بين الأقصر؟ مين بتكون هاي؟ هاي؟ أنت مين وليه؟ مين هاي؟ وليش عم تقولي بابا هيك فورا؟ لك لا تكون هاي وحده من اولادي كمان. ما بعرف شكله الختيار صايب اوزهايمر ومو متذكر مين اولاده. مين ختيار الجن هاد؟ بابا بسيطه مو مشكله. ما تواخذني امانه يا عم، بس ما كنت بعرفك وانت بلشت فينا يعني. ما راح تقولولي مين هاي؟ يعني اكيد هي ما انا وحده من اولاد. لا والله لا هي رفيقة لميس الجديدة عمي، بس لسانها طويل، بدك تدير بالك. هيك لكن يلا عدوا عدوا يلا تفضلوا على الطاولة. يلا يلا يلا. لك شو هالبيت هاد والله مثل الأفلام. ايه والله عن جد، هاي عيشة هنية مو مثل عيشتنا. ايه بيتي بيطوله وبيعرضه ويعدو بيطلع قد هالصالون تبعه. وإذا ليش قالوا لك المصاري كل شيء؟ مو صحيح، يلي بيموت ما بياخد معه شيء. ايه مزبوط هالحكي. لك عادي يلا. شو كيف كنت ماشي؟ تعرف انه مدرستنا حلوة؟ بالله حلوة؟ وكتير كبيرة كمان. إذا ما عم تدرس شو استفدنا منها؟ ايه هاي صهرنا وأكلنا وتسلينا وشفناهم وبعدين ما رح نمشي؟ بلا شوي ومنمشي. يا جماعة شو هالحياة العجيبة الغريبة يلي عايشينها؟ لسه من كم أسبوع كنا بالشارع وما كان معنا حق الخبز، وهلأ قاعدين عم نتسلى قدام مسبح خمس نجوم كمان. والله هالحياة شي مسخرة. وأنا مبارح كنت بالسجن وأنا هربان من المجنون عاصم بأنقرة. ايه وبابا مع رفيقه جوجو نايم بالجنينة، هلأ صار يعرف يرقص، مشان الله شوفوا لي هالمنظر. أخيرا اجتمعنا سوا، حلوة الجمعة مو هيك؟ ايه أختي لميس، العيشة هون كتير حلوة لأنه البيت كبير وفي كل شيء، فمشان الله لميس خلص خليكي معنا. وأنا كتير حابة نعيش كلنا مع بعض. شو رأيك؟ ايه ليش لا، ومنرجع كلنا سوا مثل قبل. شو فيها يعني؟ وحلو كمان إذا بنرجع على بيتنا، لأنه بالنهاية هذا ماله بيتنا. مظبوط. وين خالته تولاي؟ إيه ما عاد يقدر يعيش بدونها. ليك تولاي واقفة هنيك، عصومة ليك هنيك. يا عمري دخيل قلبه حبيب قلبي أنا. هات بوسة لشوف، بوسة طيبة كتير. بدخيله أنا. الريحة ما أطيبة. بعد كل شي عملناه ما اقتنعت تعيش معنا. شو العمل فيكو؟ روقي ولا يهمك، أنا عندي فكرة. شو هي بقى؟ نمرض حالنا. لا فيكو، شو هالفكرة؟ يا فهيمة هاد أحسن حل أصلا، بس فكري بالموضوع. يعني إذا مرضنا لميس ما رح تتركنا لحتى نطيب، ما هيك؟ وهيك نجيبها لهون وما راضية. متكلف كتير على ايه معك حق. مو هو يلي متكلف. ايه. كيف بدنا نمرض شلون يعني بقى؟ ناخد أدوية اللي موجودين بمخبر المدرسة، بس يروح الكل تجي على غرفتي. ايه طيب. بلا فيك والله أنا مو مطمنة، بلا ما نشربها ويصير معنا شي خلص منشوف حل تاني لنجيب لميس. شبك من شو خايفة؟ ما بيحطوا مواد سامة بالمدرسة، والخالة ميلر دكتورة، إذا صار شي بتعالجنا. طيب كتير رح نطول بالمرض؟ خلص حاجة أخذ وعطي لي لاس، إذا ما بدك أنا بشرب لحالي. لا رح أشرب مبلا، بس كان بدي أطمن بالأول. سمعت الطلاب بالمدرسة عم يحكوا عنه،
قال بيشربوا لي يهربوا من الامتحان، وبيعمل حرارة بس، ويمكن شوية دوخة ووجع البطن مو أرتر. سألت الطلاب؟ لا، إذا سألت رح يشوفونا أكيد. ناطرت لطلعوا من المخبر وسرقت الأناني. يلا بقى ليلاس. ثلاثة، اثنين، واحد. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.